طيب تعالوا من كده نجرب سرعة الانترنت على الراوتر بدون خط ارضي. هنضغط عندنا على علامة السكان دي تاني، بعد كده هيبدأ معانا يرفع سرعة الانترنت، هنشوف هيوصل معانا لسرعة قد ايه. طبعا انا عملت سكان دي للمرة التانية، وصل معايا ل 67 ميجا بت، تمام 67 ميجا بايت زي ما انت شايف كده. دي سرعة الانترنت عندي في الابلود والداونلود. طبعا لو انت تستخدم مواقع تانية تقدر تعمل لها فحص اكتر من كده. لو انت مهتم بعالم الانترنت فركز كده معايا قوي. انا ابتديتها من الصفر خالص، يعني من القاع. اول راوتر ابتديت بيه وهي شركة تي داتا. طبعا انت عارفين الشركة دي لو انتوا كلكم فاكرينها. طبعا شركة تي داتا دي كانت معروفة زمان، وكان الخط ده بيحتاج او الراوتر ده بيحتاج نت ارضي زي ما انت شايف قدامك كده. طبعا الراوتر ده معايا من زمان قوي، وقعدت فتره كده مع شركه تي داتا واتنقلت الحمد لله يعني لشركه فودافون. زي ما انت شايف كده ده كان راوتر فودافون اللي هو احدث راوتر نزل السنين اللي فاتت. طبعا زي ما انت شايف كده الراوتر بيدعم برضو الخط الارضي. نوع الراوترين دول لازم يكون معاك خط ارضي علشان تقدر توصل بيهم، لكن انا ركنت كل ده في جنب خالص واتجهت للواي فاي وايرلس. زي ما انت شايف كده ده الواي فاي، ده الواي فاي هوم. طبعا بيعتمد على الشريحه، يعني تحت هنا لو جيت تلاحظ هتلاقي فيه شريحه تحت بتتركب هنا تقريبا، او الناحيه الثانيه هنا تقريبا الشريحه، وهنا في حاجه اسمها الكيو ار كود. لو انت محتاج انك تسجل الباسورد بتاعك على طول بتعمل سكان للكيو ار كود، وبعد كده على طول بيعمل معاك كونكت على الواي فاي. فبصراحة انا استغنيت تماما عن السنترال واستغنيت تماما عن النت الارضي علشان استخدم الواي فاي ده. طبعا السرعة بتاعتها عالية جدا، السرعة بتاعتها 4G بلس، طبعا دي حاجة خرافية، واعلى تقريبا من تي داتا واعلى كمان من فودافون اللي هو محتاج السنترال. تقريبا اعلى داتا ممكن تستقبلها حوالي 14 ميجا لو الخط بتاعك تقريبا نحاس حاجة زي كده، او بتعلى معاك مش عارف لحد اقصى قد كام. لكن هنشوف مع بعض الراوتر ده اللي هو الواي فاي هوم وايرلس دلوقتي، هنعرف مع بعض كده سرعته عامله ازاي، وهنعرف كل ده بالتفصيل معاكم في الفيديو. يلا بينا كده نبدا الشرح علشان ما اطولش عليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في الفيديو ده هنعرف مع بعض ايه هو الراوتر اللي من غير خط ارضي او راوتر بدون خط ارضي. زي ما انت شايف كده ده شكل الراوتر بالتفصيل كده. الراوتر ده زي ما انت شايف كده، نحاول اقرب لك عليه شويه، تمام. الراوتر ده بيدعم اللي هو ال 4G بلس، وكمان دي خدمة الواي فاي ودي الباور. طيب الراوتر ده بيدعم خاصية اسمها NFC، يعني مثلا لو التليفون بتاعك بيدعم ال NFC مجرد بس ما بتقرب الكاميرا بتاعتك على الخاصية دي على طول بيعمل كونكت للواي فاي باسورد الخاص بالجهاز بتاعك. طب تعالوا بقى نشوف الجهاز ده ايه مميزاته، هل هو فعلا سرعته كويسة وهيبقى افضل منك في حتة السنترال وافضل من حتة اللي هو انت تركب خط الارضي. هنشوف كل ده مع بعض. تعال بقى نروح الاول على الداتا من الداخل بتاعته. لو كنت اروح اعمل تسجيل دخول ده على الداتا بتاعته، طبعا بيظهر لك هنا عدد الاجهزه المتصله عندك، ودي حاجه اللي هو الكيو ار كود. لو انت عملت له سكان على طول بيعمل كونكت مع الباسورد الخاص بالواي فاي، يعني انت مش محتاج انك تعمل مثلا تتعب وتروح تدور على الباسورد فين وتلف العلبه بتاعه الراوتر وكل ده، لا انت محتاج بس تعمل سكان للكيو ار كود وعلى طول كده انت عملت كونكت للواي فاي. طيب تعالوا كده نشوف دي خاصيه ال 4G بلس زي ما انت شايف كده. طبعا دي شبكه الفودافون، قوه الاشاره بيظهر لك هنا برضو، وكمان حاله الاتصال، ودي الشريحه الفعاله، وده عدد المستخدمين اللي موجودين على الراوتر. الراوتر ده هنقول لك دلوقتي الباقات بتاعته نظامها ماشي ازاي. لو جينا نروح عندنا على رقم الشريحه بيظهر لك هنا رقم الشريحه اللي مكتوبه اللي محطوطه فيه الواي فاي، عفوا اللي محطوطه فيه الراوتر نفسه، تمام، اللي هي الشريحه الاس اي ام. تعالى بقى نروح للبيانات بتاعتك. عندك هنا استخدام البيانات، هنشوف هنا تقدر تعمل حدود لاستخدام البيانات بتاعتك، يعني بتقدر تتحكم في الداتا الخاصه بالواي فاي. وهنرجع كده تاني في حاجه اسمها عندي التحكم الابوي. لو جينا نروح للتحكم الابوي، وطبعا هنروح لل NFC والاعدادات المتقدمه، انا بفتح الحاجات المهمه دلوقتي. خلينا دلوقتي في التحكم الابوي. هنا بيعرفك الماك وبيعرفك الاجهزه المتصله داخل الراوتر نفسه. طب ونفترض ان في حد عمل هاكينج للراوتر بتاعك او هاكينج للباسورد وانت محتاج تعمل له حظر، كل عليك بس بتعمل عندك كلمه اضافه وبعد كده بتعمل له منع تماما، يعني انت مش محتاج انك تتعب وتاخد الماك وتروح تضيف الماك، لا مفيش الكلام ده. يعني تحطه في نقطة التحكم الأبوي بحيث إن هو يعمل كلوز للحساب بتاعه أو يعمل كلوز للماك بتاعه.
تعال بينا كده نروح بينا للخاصيه الان اف سي. انت محتاج تفعلها، مفيش مشاكل، مش محتاج خلاص سيبها. لو انت محتاج تفعلها اضغط تفعيل، محتاج تعطلها اعمل تعطيل. لكن انت لو جهازك بيدعم الان اف سي مفيش مشاكل انك تعمل لها تفعيل، لو مش محتاجها خلاص كبر دماغك واعمل لها تعطيل. هنا عندنا في اللي بعد كده حاجه اسمها اعدادات متقدمه، طبعا بيوريك اعدادات الراوتر وكمان اعدادات الحمايه. الحمايه بتاعتك بقى زي مثلا تصفيه عناوين الدي ار ال للاطفال، يعني مثلا انت لو عندك طفل صغير ولا انت محتاج انك تحظر المواقع اللي هي مش كويسه ممكن تضيف فيها رابط التصفيه ده، وبالتالي مش هتعرف تفتح الموقع ده نهائيا. تمام، في عندك اعدادات التحديث، والله اعلم انا مش فاهم برضو النقطه دي. في حاجه اسمها التحقق الالي لوجود اصدار جديد. الراوتر ده بيعمل ابديت كل يوم، مش كل يوم، ممكن كل شهر او كل شهرين لنفسه، لكن انا متوقع ان ممكن يحصل ابديت لمجرد ما بيجي يركب ال 5G. هنا عندي ال 4G بلس، لكن ال 5G لما يجي يركب ممكن اتوقع ان هو يعني ممكن يعمل ابديت لل 5G. طبعا الحاجات اللي هي الاخرى دي مش محتاجينها في اي حاجة، انت دي حاجات تبع الراوتر انت ما تدخلش فيها. لكن تعالوا بقى كده نرجع للصفحة الرئيسية واريك الواجهة الصفحة الرئيسية زي الاول كده. عندك هنا احصاءات الاتصالات، طبعا بيوريك الاتصالات بتاعتك ماشية ازاي، وهنا عندي اعدادات الفور جي وعندي اعدادات الواي فاي. ممكن تضغط عندك على اعدادات الفور جي زي ما انت شايف كده، بقولك اختار الشبكة بتاعتك ونمط الاتصال، سيب كل حاجة زي ما هي، ما تلعبش في اي حاجة خالص. انت كل عليك بس بتعمل كونكت للواي فاي، مجرد بس ما اللي تركب فيه الشريحة وبتفعله عن طريق الفرع بتاع فودافون او اي فروع تانية، سواء انت كنت بتعمل مع فودافون اورنج واتصالات زين اي حاجة انت عاوزها. هو بصراحة كسرعة لا يعلى عليها. تعال بقى كده نشوف بقى السبيد تيست اللي هو سرعة الراوتر ده. تعال بقى نروح الاول هنكتب هنا على جوجل كروم، نكتب سبيد تيست. تمام، هنزل تحت كده شويه وبعد كده بروح عندي على سبيد تيست انترنت. تعالوا كده نشوف بقى يرفع معانا السرعه لقد ايه. ما شاء الله وصل معايا ل 51 ميجا بت في الثانيه او 60 زي ما انت شايف كده، عندي 57. هنوصل معانا نشوف الليمت اللي هيقدر يوصله لنا 61 تقريبا. انت لو عندك خط ارضي وبتستخدم الرواتر دي على طول هتلاقي اقل من كده وما يقدرش اصلا يعدي ال 40 ميجا بت، لكن ده بصراحة ما شاء الله حاجة كويسة جدا. طيب تعالوا بينا كده نشوف بقى يعني ايه هي انظمة الباقات او اسعار الباقات. هي للأسف بتكون غالية شوية. تعالوا بينا نشوف الاسعار. طبعا لو جينا نروح للصفحة الرئيسية الخاصة بشركة فودافون، قال لك هنا تشغيل فوري، سرعات فائقة، توصيل للبيت بيوصل في 48 ساعة، لكن مش شرط، انت ممكن تنزل الفرع وتقول له انا محتاج ان انا اجيب راوتر ال 4G بلس اللي هو الهوم وايرلس. تمام، بعد كده بتروح عندك على الباقات، بتشوف بقى انظمه الباقات اللي تعجبك. في عندك ال 200 جنيه يتساوي 40 جيجا، وعندك 350 جنيه ب 135 جيجا، و 550 جنيه ب 250 جيجا، و 850 جنيه عندك هنا 400 جيجا. طبعا انظمه رد ده بيعمل لهم عروض 40 جيجا ببلاش كل شهر، وطبعا ده اللي هم خاصين بانظمه رد وبتضاف على الباقه بتاعتهم. يعني على سبيل المثال ان انا لو حبيت اشتري الراوتر بضغط عندي على كلمة اشتري الان، بعد كده بيقول لك هنا تختار الباقة بتاعتك. على سبيل المثال ان انا هختار الباقة اللي هي 40 جيجا ب 200 جنيه وتضغط عندك على كلمة اختيار. طبعا بقى في نوعين من الرواتر، في نوع اللي هو الهوم وايرلس بلس والهوم وايرلس. طبعا الهوم والوايرلس بلس ده الموصل من فودافون، وده الهوم وايرلس زي ما انت شايف كده، ده شكله. تمام، حتى من الباك زي ما انت شايف ده شكله من الباك كده. تمام، طيب تعالوا بقى نرجع تاني، هنروح مع بعض كده على الهوم وايرلس. تمام، هروح عندي على البلس واختار اعمل اختيار. البلس عامل 2500 جنيه ممكن تقسطه 100 جنيه في الشهر، وعندك 1700 جنيه 86 جنيه في الشهر. اضغط عندك على كلمة اختيار مثلا واختار كل الكلام ده، وبعمل عملية اتمام الشراء، عمل اتمام عملية الشراء، وبيقول لك هنا اجمالي الحاجات دي. يعني مثلا هو ضاف لي الباقة مرتين، انا ممكن احذف ده واحذف ده تاني. تمام، ده كده، واخلي بس الاتنين دول يبقى اجمالي 2566 جنيه. طبعا انت لو تروح انت اي فرع على طول هيسلمك الراوتر ده، لكن انا وريتك سرعة الراوتر بسرعة خرافية. طيب تعالوا من كده نجرب سرعة الانترنت على الراوتر بدون خط ارضي. هنضغط عندنا على علامة السكان دي تاني، بعد كده هيبدأ معانا يرفع سرعة الانترنت، هنشوف هيوصل معانا لسرعة قد ايه. طبعا انا عملت سكان دي للمرة التانية، وصل معايا ل 67 ميجا بت. تمام، 67 ميجا بايت زي ما انت شايف كده،
دي سرعة الانترنت عندي في الابلود والداونلود. طبعا لو انت تستخدم مواقع تانية تقدر تعمل لها فحص اكتر من كده. وبكده الشرح انتهى، اتمنى يكون الشرح عجبك، ياريت منساش دعمني بلايك وسبسكرايب، واشوفكم في حلقة جديدة. دمتم بخير، سلام.